قبل أن ننتقل إلى ضيف الصحف وينضم إلينا عبر تطبيق زوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم بيرم. صباح الخير أستاذ إبراهيم. إليك ولكل المشاهدين الكرام. بداية أستاذ إبراهيم، ما تعليقك إزاء ما تردد عن تأسيس حركة حماس في لبنان طلائع طوفان الأقصى ووصف أفخاي أدرع ذلك بحماس لاند؟ يعني أنا أعتقد أنه كل هاي الحملة على هالإعلان اللي من جانب حركة حماس وسموه طوفان الأقصى طلائع طوفان الأقصى لا مبرر لها. يعني هذا إطار تعبوي تلجأ إليه حركة حماس التي نعلم جميعا بأنها أصبحت يعني بشكل أو بآخر وكأمر واقعي وريثة حركة فتح في قيادة الشعب الفلسطيني. كان لابد للحركة كما أوضحت لاحقا بأن هذا التعاطف معه وهذا الاندفاع من قبل الشباب الفلسطيني نحوها أن يترجم بأمر استيعابي أو تعبوي لهذه الشريحة الواسعة. نحن نعلم بأن في لبنان مسجل نحو 600 ألف لاجئ فلسطيني، تبقى منهم الآن أكثر من 250 ألف لاجئ، وهؤلاء يعني باتوا يلوذون بحركة حماس، وبالتالي حركة حماس يعني لجأت إلى إطار أو إلى إعلان إطار تعبوي لكي على الأقل تتعاطف هؤلاء الموجودين في لبنان مع قضية شعبهم، وبالتالي لا يعني ذلك أنهم بدأوا بالانخراط في عمل عسكري، علما بأنه يعني في لبنان في مسلحين فلسطينيين، كل المنظمات والفصائل الفلسطينية في لبنان موجودة مسلحة. أليس ما حدث أخيرا في مخيم عين الحلوة يعني من اشتباكات بين مجموعات أصولية وبين حركة فتح دليل على أنه السلاح الفلسطيني ما زال موجودا؟ لذا أقول بأنه هذه الحملة يعني من باب لزوم ما لا يلزم، لأنه الحديث عن لفتح لاند وعن عن عن حماس لاند لا معنى له. الفلسطينيون في لبنان من زمان نحن نتحدث عن أنه طالما ليس هناك حق العودة فإنه في عندنا مشكلة في لبنان، البعض يعتبرها أزمة، هي أزمة الوجود الفلسطيني في لبنان، وأنه في 500 ألف فلسطيني وين بدنا نروح فيهم؟ وهن عم بيشوفوا مثلنا مثلهم كيف إسرائيل تحرق غزة ببشرها وحجرها، وبالتالي أنا أعتقد أنهم لن يسكتوا، وفي قسم منهم يعني يعلم الجميع بأنه شارك بقصف للداخل الإسرائيلي يعني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. بالتالي كل هذه الحملة ليست إلا من باب يعني ربط النزاع مع شيء اسمه يعني مقاومة في لبنان، سواء مقاومة حزب الله أو مقاومة حماس أو سواها من المقاومات التي ستنشأ لاحقا على ما أعتقد، لأنه يعني هذه القضية لن تصفى، والشعب الفلسطيني طالما في شعب فلسطيني سيعبر عن كرهه وعن يعني سعيه لاسترجاع أرضه وحقه في العودة من خلال أشكال كافة ومنها الشكل المسلح. يعني طب أستاذ إبراهيم، ما هو الحل لوقف إطلاق النار ووقف هذه الإبادة؟ وقف إطلاق النار في غزة، وهذا الأمر يعني يمهد لإنهاء كل هذه المخاوف التي يعبر عنها شريحة من السياسيين في لبنان تجاه مسألة حماس أو سواها من القوى. يعني كل الكلام الذي قيل انه في قرار اسمه 1701 وما نتج عنه انتهى تلقائيا، يعني سقط هذا القرار من خلال ما نشاهده يوميا وعلى مدى الساعه ما يحدث على الجنوب اللبناني. عندما يعني بالامس القريب كان في هدنه بقيت 4 أيام توقفت فيها تماما كل العمليات العسكريه، كل اعمال العنف على الحدود اللبنانيه وعادت الامور سيرتها الاولى. بالتالي نقول بأنه وقف إطلاق النار في غزة واللجوء إلى المفاوضات والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني هي المدخل الأساسي لإنهاء كل هذا التوتر القائم عندنا في الجنوب اللبناني. هذا أمر طبيعي ليس بإمكان أي جهة سواء 1701 أو الأداة التنفيذية لـ 1701، نعني القوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل بمقدورها يعني أن تنهي أعمال يعني إذا قلنا أعمال المقاومة على الحدود اللبنانية. أستاذ إبراهيم، طيب نرجع للبنان، هل برأيك دخلنا في مرحلة الاستنزاف السياسي المفتوح مع استمرار الشغور الرئاسي وعدم حسم تمديد لقائد الجيش حتى الساعة؟ بالتأكيد، يعني هذا الأمر مش مبارح، يعني مش من 27 الأول الماضي، هذا الأمر صار له 3 سنين تقريبا.
تحديدا بعد يعني انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون. نحن بنعرف انه عندنا ازمه بالبلد، وكنا كلنا بلبنان كسياسيين واعلاميين متوقعين، نحن عارفين انه ما راح يصير في انتخاب رئيس جمهوريه بظل هذا المجلس هالقد منقسم على نفسه، المجلس النيابي، بظل هذا التدخل لأولد هذا المجلس بهذه الفسيفسائيه المزيك اللي بنعرفه، فما راح ننتج رئيس جمهوريه. واذا بدك خذيها مني وما تصديها، من هلا لنهايه المجلس ولايه المجلس الحاليه ما في. الصحفي الاستاذ ابراهيم بيرام، شكرا لك. مشاهدينا فصل اعلاني ونعود. بظل هذا المجلس لن نستطيع لا انتخاب رئيس جمهوريه. نعم تفضل استاذ ابراهيم، رجعت معنا، تفضل انت على الهواء. يعني بظل هذا المجلس لن يكون هناك رئيس جمهوريه ولا حكومه جديده ولا موازنه ولا اي اجراءات يعني اصلاحيه بالبلد. هذا الوضع سيدوم، وخشيه يعني نحن نخشى كثيرا من هلا لنهايه ولايه المجلس، وبالتالي هذه الأزمة التي تتحدثين عنها والتي نعرفها جميعا أزمة مديدة، يعني ما في حل إلى بالقريب العاجل. المشكلة أن الموفدين، يعني الموفد الفرنسي عندما يأتي إلى لبنان تحت عنوان مساعدة لبنان يأتي حاملا شروطا وحاملا تهديدات ووعيد، وبالتالي يعني هذا ينم على أنه ما عنده الرغبة الخارج يعني بمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، بل انه القصه يعني كيف بالتالي يمكن القضاء على المقاومه، وبالتالي يعني بدا بارساء نظام سياسي جديد. اعتقد انه هذا الامر من شانه ان يزيد في حده التناقضات داخل البلد وفي الاحتدام اللي عم نشوفه. طيب استاذ ابراهيم، برايك كيف يوفق حزب الله في نهايه المطاف بين عدم ممانعته لتمديد لقائد الجيش وبين حرصه على التحالف مع جبران باسيل؟ يعني واضح تماما انه حزب الله بهي المرحله يعني رافع شعار تصفير مشاكل مع كل الناس، هو عم يقود معركه بالجنوب، وبالتالي كل هذه الامور وكانها لا تعنيه، يعني ما عنده موقف واضح من مساله التمديد لقائد الجيش او تعيين قائد جديد، يعني هو لا يريد ان يكون يعمل مشكله مع دعاة التمديد وان يعمل مشكله اخرى مع دعاة عدم التمديد اللي نعني فيه التيار الوطني الحر. هاي السياسه ما بعرف لايمتى ستستمر، يعني خصوصا انه المطلوب خلال اقل من شهر انه يكون في متخذ قرار بشان قياده الجيش، يعني اما ان نمدد او يعني نلجا الى حل جديد بتعيين قائد جديد او ب يعني مثل ما قيل بانه الاعلى رتبه في المجلس العسكري هو الذي يتولى قياده الجيش. يعني بالتالي المساله على ما اعتقد ليس هناك لحد الان، يعني رغم انه في فتره قصيره زمنيه ل يعني حتى تنتهي ولايه قائد الجيش، ما في حل حتى الان، ما حدا عنده حل. يعني كل هاي الاتصالات، كل هاي الضوضاء والضجه الاعلاميه اللي عم تسمعيها ما بتعني انه في حل، لا بتعني انه المشكله قائمه وانه التناقض ما زال موجود. طب في خيار ثالث عم يتم البحث فيه؟ لحد الان لا، في خيار اما التمديد له لقائد الجيش وهذا دونه صعوبات يعني قانونية ودستورية، أو تعيين قائد جديد، أو الخيار الثالث اللي عم يطرحه العونيين أكثر ما يكون اللي هو تعيين الأعلى رتبة في المجلس العسكري لقيادة الجيش. وأعتقد أنه هذا بالنهاية حل معقول، يعني كما عينا مثلا البيسري، اللواء البيسري، مطرح العميد، مطرح اللواء عباس إبراهيم، ممكن نعين يعني بالنهاية. بس المشكلة أنه هالقد البلد منقسم والقد يعني في توتر واحتقان سياسي، بالتالي اي قضيه بتصير يعني ضخمه كبيره وتصير يعني معركه بول هاربور يعني كما يقال. القصه بسيطه، اعتقد انها بتنحل يعني بنهايه الامر بيتعين قائد للجيش. يعني في قضيه كمان بنتبه لها، انه الغرب بدا وكانه يعني حريص على الامساك بهذه المؤسسه العسكريه والامساك بقيادتها عبر ابقاء العماد يعني جوزيف عون، وهذا اثر برايي على الشعب، على وضعيه جوزيف عون نفسه، انه بدا وكانه في نهايه المطاف هذا الرجل هو يعني صنيعة الغرب، وبالتالي حاط وديعة الغرب في قيادة الجيش. أساء له الرجل، علما هو قد لا يكون بهذا المستوى. نعم، الصحفي الأستاذ إبراهيم بيرام، شكرا لك.